أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من جبل الزيتون من أورشليم القدس. نواصل دراستنا وحديثنا من عظة المسيح على الجبل، واليوم رح أتكلم عن الجزء الثاني من الصلاة الربانية ونركز على موضوع الغفران. أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة معي حتى تكون بركة لحياتك. سأعود بعد هذا الفاصل. أهلاً أعزائي المشاهدين، من جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح، بنستمر نتكلم عن الصلاة الربانية، الصلاة المحببة لجميع المسيحيين، الصلاة اللي بيصلوها معظم المسيحيين. وعلى جبل الزيتون في كنيسة مشهورة جداً اسمها باتر نوستري، اللي هي الكلمة اللاتينية بتتكلم عن أبانا الذي في السموات. فحتى في داخل الكنيسة حاطين لوحات حجرية منقوش عليها الصلاة الربانية بكل لغات العالم. إن شاء الله هيك رب يعطيك الفرصة وتيجي تشوف جبل الزيتون وتشوف هذه البلاد الحلوة وتصلي كمان من أجل هذه البلاد وراحتها أيضا. أنا بتكلم عن الصلاة الربانية، وتكلمت في الحلقة الأولى الجزء الأول إنه الصلاة الربانية الرب يسوع أعطاها كنموذج وكطريقة نصلي، رداً على طريقة الصلوات اللي كانوا بيصلوها في أيام المسيح. فمثلاً قال يسوع المسيح: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك، وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم. وهكذا أحبائي عم بيتكلم عن الدافع الحقيقي للصلاة، مش مجرد تمتمة كلمات ولا صلوات تكون بس مكتوبة. أحياناً كتير لسرعة الأمر بنبتدي بالصلاة حتى منخلصهاش، أو مندعس بنزين، يعني منأخذ الصلاة بسرعة فائقة حتى نخلصها، لأنه صارت زي فريضة، زي شيء مكتوب. لكن بيتكلم عن أنه نتمعن فيها، أنه هي نموذج نصلي بحسب موجبها أو نتبع الأسلوب بتبعها. فمثلاً يعني الرب يسوع علمنا في بداية الصلاة الربانية منقول أبانا الذي في السماوات، فهي صلاة الأبناء للآب السماوي: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لاحظ أن هذه الصلاة كلها مركزة على تعظيم، تقديس وتمجيد الآب السماوي. من بعد ما نبتدي في صلاة الشكر والتعظيم والتسبيح والتمجيد، بنبتدي في الاحتياجات اليومية العادية اللي محتاجين نرفعها كل يوم. بكمل بقول: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. منصلي من أجل تسديد الاحتياجات، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. نمارس حياة الغفران، ولا تدخلنا في تجربة، في امتحان قاسي، والرب يحمينا من هجوم العدو، بل نجنا من الشرير، لأن الشرير هو الشيطان. وبعدين بيتكلم عن التسبح الأخيري: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. لاحظ أحبائي، الصلاة ما انتهت هون، وأنا بصلي من كل قلبي وكل الكنائس وكل الخدام اللي بيسمعوني، الصلاة الربانية بتنتهيش هون، الصلاة الربانية بتستمر أحبائي. يقول الكتاب: فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم. فإنه تكون جزء من الصلاة الربانية نكملها حتى الآخر، ما نوقف عند
مكان معين. فإذا بيتكلم عن دوافع الإنسان، بيتكلم عن النية في داخل الإنسان في موضوع الصلاة. فعندما تصلي تقول أبانا الذي في السماوات، أنت بتصلي كابن، بتصلي كبنت. فلا يحق للأشخاص اللي ما اختبروا الولادة الجديدة، اللي اختبروا عمل الروح القدس في حياتهم، أن يصلوا للآب، لأنه الآب بيكون آب إذا أنت ابن، وإذا أنت ابن معناته في آب، في علاقة، في شركة حميمة بينك وبين الآب. فإذا هاي الصلاة شخصية، عدا أنه صلاة جماعية سواء بالكنيسة، في البيت، في العيلة، في المجتمع، لكن أنا بصلي لأنه في عندي علاقة حميمة، بفكر بالكلمات، بفكر في كل شيء الله تكلم إلي من خلال المعاني العميقة في هذه الصلاة الربانية، اللي هي تعتبر اختصار لكل الصلوات. يعني أنت إذا بدك تصلي وتتعلم الصلاة، هذا هو النموذج اللي فيك تصلي مثله وتتمثل به. In the gospel at this time, Jesus is exclusively reaching out to the Jewish people. As he'll say elsewhere, I've come to the lost sheep of the house of Israel. And in his historic ministry, first he reaches out to the Jews, but he has occasional encounters with Gentiles. I mean, the world is either Jewish or Gentile. And in these occasional encounters, like the time that he healed the daughter of a Syrophoenician or Canaanite woman, and the time that he delivered a Gadarene demoniac. These people are Gentiles. And when he fed the 4,000, an extension of his reach to Gentiles, those things were anticipatory miracles for a greater commission that he would give at the end of the Gospel of Matthew, when he turns to his disciples and says, now I want you to go out and take this gospel to all the nations of the world and preach to them and teach them and baptize them. And I am with you. I will be with you in this work. But to extend his ministry to the Gentiles, first he had to reach the Jews. مكتوب فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. فإذا إذا أنا باجي بحالة الصلاة مثل ما تكلم يسوع، إنه ما نصلي مثل المرائين اللي الدوافع خاطئة حتى ينالوا مجد ومديح الناس من مظاهر التدين الخارجي، ولا نصلي نكرر الكلام باطل كالأمم، مجرد يعني تعاويذ بتكرر وبتعيد وبتردد الكلمات 100 مرة. وإذا أنت بدك تصلي لازم تصلي في المخدع، هاي الصلاة اللي أنت فيها بشركة وبعلاقة. لكن كل سياق الحديث وكل مضمون الصلاة الربانية بيتعلق بالغفران، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، إن لم تغفروا لا يغفر لكم أبوكم السماوي. فإذا أحبائي، الغفران شيء أساسي في ممارسة حياة الصلاة. إذا أنت بدك تصلي، بدك تصلي بالإيمان، أنت بتصلي بالروح القدس وبتصلي بحسب مشيئة الرب، وطبعا لازم كلمة الله تثبت فيك، بتصلي في اسم الرب يسوع، بتصلي مش طلبات أنانية لذاتك، وبتصلي وانت بتتلذذ بالرب، فانت بتكون في محضر الله. لما انت بتكون في محضر الرب انت بتتشبه للرب، بصير بدك تمارس حياة طبيعة أعمال صفات يسوع المسيح في حياتك. يسوع المسيح هو مثالنا. تصور في هذه المدينة في أورشليم صلب يسوع المسيح، وعلى الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم،
لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. وعلى الصليب قال للص: اليوم تكون معي في الفردوس. غفر لهذا اللص. فأظهر المحبة وأظهر الغفران في أصعب الساعات. وهكذا الشماس الأول استفانوس، إذا بتشوف مباشرة بوابة استفانوس وين تقليديا بيقولوا رجموه في هذه المنطقة، قال نفس كلمات المسيح: لا تقم لهم هذه الخطية. شو اللي بوصل الإنسان إلى هذه الحالة من هذه القوة؟ إنه يحب الأعداء وإنه يسامح ويغفر حتى للأعداء اللي بيصلب أو بيرجم. إنها حالة في مستوى عالي جداً للاختبار والعلاقة الإلهية. ففعلاً بقوة الذاتية صعب أغفر. ممكن أقول يلا روح الله يسامحك بس الأسى ما بينتسى، يروح الله يسامحك بس ما تخلينيش أشوف وجهك، روح الله يسامحك بس أنت بحالك وأنا بحالي. هون بيتكلم عن غفران كامل، غفران أبدي، غفران مؤسس على عمل يسوع المسيح الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. هذا الغفران لأنه أنا اختبرت الغفران أحبائي، ونهاية أو نتيجة هذا الغفران هو استرداد العلاقة. لازم العلاقة تسترد إخوتي وأخواتي. فبقول الرب يسوع: إن لم تغفر لا يغفر. فأول إشي لازم ندرك أحبائي، أنا بغفر لأنه الله غفر خطايانا، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. فالرب كم غفر لنا؟ غفر على الصليب. أنا وإنت بنستحق جهنم، المسيح غفر لنا. شيء ثاني أحبائي، الغفران مثل ما شفنا بالصلاة الربانية هو شرط أصلاً لاستجابة الصلاة. كرر، ردد الصلاة 1000 مرة إذا أنت منقسم، ما عندك الوحدة، ما بتحب الناس، دائماً بتميز، عندك عنصرية تمييز، ما فيش غفران. وهي البلد مشهورة ومليانة في العنصرية للأسف في هذا المكان. لو في غفران في هالبلد كان هذه البلد بتكون أجمل بلد في العالم، بلد المسيح. ثم أنا بغفر أحبائي لأنه شرط لاستجابة الصلاة، بغفر لأنه هي الطريقة اللي الله بيفتح السماء وبينزل بينهال علي في البركات وبزيل كل اللعنات. بيستجيب الصلاة، بيسترد المسلوب، بعوض عن سنين التعب والعناء، مثل ما مكتوب: ورد الرب سبي أيوب بعد أن صلى لأصدقائه: اغفروا بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لبعض لكي تشفوا. ثم بصلي أحبائي لأنه أنا اللي بتحرر، لما بصلي وبغفر أنا بتحرر من القيود والسجن اللي أنا موجود فيها. فعندها لما بصلي الصلاة الربانية أنا بصليها بدافع صحيح وبنية طيبة سليمة، اللي عن اختبار، اختبرت المحبة واختبار الغفران، فأنا بقدمه للآخرين. أهلاً أعزائي المشاهدين من جبل الزيتون، بستمر الحديث عن الصلاة الربانية. ومثل ما ذكرت إنه التركيز في هذا القسم على الغفران. حياة الغفران هي حياة اختبار من مارسها المسيحيين. ومثل ما ذكرت إنه تعليم العظة على الجبل إنه الله بيطالب مش في مستوى أقل: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فالشخص المختبر بيكون مليان بمحبة المسيح وبصير من الأسهل عليه إنه يغفر. واحد من الأمور الصعبة إنه الواحد يغفر، ولا سيما إساءة عظيمة، خيانة، كنا نتوقع شيء وانضرب فعلا، لكن اغفر عشان تتحرر. مكتوب: إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا مسامحين بعضكم بعض كما سامحكم الله في المسيح يسوع. كم سامحنا يسوع، مات من أجلك ومات من أجلي،
فسامح الشخص الآخر. الرب يباركك.